السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنغير جزء الصبابات مع بعض، وهنعمل روديه للخزنة عشان خاطر نركب الصبابات الجديدة عليها، وبمعنى تاني هنعمل عمرة لوش السلندر اللي قدامنا ده. هو ده وش سلندر 200، تمام؟ وش السلندر 200، الصبابات اللي طالعين فيه طالعين متأكلين بالشكل اللي انت شايفه ده هو، تمام؟ خصوصا معانا صباب البنزين متاكل خالص وغاطس زي ما انت شايف كده جوه المجرى بتاع الصباب. وطبعا الغرفة هنا عليها كربون من اثر تأكل الزيت واثر الحريق زي ما انت شايف. فاحنا في الفيديو ده هنفك الصبابات دي، نغيرها وننظف الخزنة ونعمل روديه للصبابات مع بعض. اللي هنحتاجه، وهنحتاج لزرجين الصبابات تكون بالشكل ده هو، تمام؟ الزرجينتين، واحدة بتكون للفك والتانية بتكون للتركيب. وهنحتاج معانا للروديه، تمام؟ وهنحتاج للفرش الصنفرة، فرش صنفرة زي كده اللي احنا بنصنفر بيها الكربون وبننظف بيها مكان الصبابات. وهنحتاج طبعا للشنيور وشاكوش. دي كل الأدة اللي احنا هنستخدمها في تنظيف او في عمل عمرة لوش السلندر اللي قدامنا. طيب اول حاجة هنبدأ بيها طبعا هنبدأ نفك الصبابات القديمة. هنجيب جلدة زي كده، الجلدة دي بتيجي مع الزراجين بتوع الصبابات، لو متوفرة معاك بتجيبها، مش متوفرة بتحط أي حشوة تحت الصبابات وليكن بلية مثلا قديمة أو قطعة قماش، وبتبدأ بتجيب الزرجينة المفتوحة بالشكل ده هو، وبنيجي على الصباب هنا وبالشاكوش وبنبدأ نخبط عليه. اهو بالشكل ده كده بتطلع معانا تيلة اهو، وبنرفع السوستة، طبق السوستة الداخلية والسوستة الخارجية والطبق بتاع الصبابات. وزي ما عملنا هنا هنعمل الناحية التانية، هنفك الصباب التاني، صباب الحريق، صباب البنزين اهو، تمام؟ هنطلع السوستة زي كده بالشكل ده والتلتين، ونبدأ نرفع الصبابات، تمام؟ بالشكل ده اهو. ده صباب البنزين، ده متاكل معانا جامد بالشكل اللي انت شايفه ده هو خلاص، وكان غاطس معانا في مجرى الصباب. وده طبعا بسبب ان خامة الصباب نفسها مش كويسة، كنا سبق وعملنا فيديو لخامات الصباب النظيفة اللي ما بيحصلش فيها التآكل اللي حصل معانا في الصبابات دي، تمام؟ كده احنا خلصنا. هنبدأ نجيب الشنيور ونركب الفرشة وننظف مع بعض مكان الصبابات. اولا هركب الفرشة زي كده في الشنيور وهبدأ انظف هنا مكان الصبابات. بنظف الكربون اللي بيكون موجود كله على الصبابات، ولكن باخد بالي وانا شغال بالفرشة ما اضغطش على الفرشة عشان خاطر ما يحصلش معايا تآكل واجرح معايا القواعد بتوع الصبابات. بنظف من فوق لفوق كده. بنضف برضه الوش بتاع الجوان، ولكن ما بضغطش على الفرشة، بنضف نضيف خفيف خالص من فوق. نضفت كده الوش بتاع الصبابات، باجي ان احنا ننضف المجاري بتاعة الصبابات او الفتحات بتاعة الصبابات بالفرشة التانية. هنجيب فرشة تانية زي كده بحيث ان تخش معانا جوه هنا وتنضف بواقي الحريق والكربون اللي حاصل من الصبابات. بعد كده ما نضفت المجرى بتاع الشكمان ونضفنا الفتحات بتاع الشكمان، وكل اللي انت شايفه ده هو كربون وحريق متراكم وزيت داخل الوش السلندر اللي معانا ده هو. بعد ما نضفنا كده بالشكل ده هو هنبدا نغسل وش السلندر ده وننضفه كويس خالص ونشيل كل التراب اللي عليه، وبعد كده نكمل نعمل روديل الصبابات ونقفل الصبابات مع بعض. كده بعد ما غسلت ونظفت وش السلندر بالكامل واصبح بالشكل اللي انت شايفه ده هو، وكده بيجي جاهز معانا على الشغل بحيث ان احنا نشتغل على نظافه ونعمل روديه الصبابات.
هنجيب معانا جوز صباب جديد 200، تمام، وهنبدأ نشتغل نعمل روديه للصبابات. معانا علبة الروديه، طبعا علبة الروديه بيكون فيها جزء خشن والجزء الناعم. هنبدأ أولا بالجزء الخشن عشان يشيل لي أي زيادات موجودة، تمام، أو أي رايش موجود هنا، وسوي لي القاعدة خالص، وبعد كده بديها وش ناعم تاني بحيث إن أنا أنعمها والصباب يقفل ما يسربش معايا بنزين. بنبدأ ناخد من علبة الروديه من الجزء الخشن زي ما قلنا هنستخدمه الأول، ونبدأ نحط على الصباب هنا بالشكل ده هو، ولكن ما تكترش، تمام، حاجة بسيطة خالص كده، يعني ايه، مش لازم تحط كتير، لأن دي صنفرة اهو بالشكل ده هو، تمام. انا حطيت روديه هنا على الصباب اهو بالشكل اللي انت شايفه ده هو. ببدأ انزل هنا الصباب بالشكل ده، وباجي بالشنيور من تحت هنا اهو بالشكل ده هو، بربط الشنيور هنا في جسم الصباب من فوق، والمفتاح الشنيور بجرط على الشنيور بالشكل ده هو. طبعا احنا هنا بنستخدم الشنيور لان الشنيور اسرع معانا في عمل الروديه واسهل، لكن في طريقه تانية بيتعمل بيها الروديه من خلال الجلده وقطعه خشب كده بتكون يدويه. بقلب الشميزه كده وببدا اشغل الشنيور بالراحه كده اهو، بالشكل ده هو. براء ان انا بضغط بطابة هنا على الصباب من فوق وانا بلف الشنيور، بضغط بحمل على الصباب كده بالشكل ده هنا اهو، بحس ان هي تاكل معايا، وبخلي الشنيور رايح جاي يمين وشمال، ما بحطش على جنب واحد بالشكل ده. اهوت كده بالشكل ده هو، احنا عملنا روديل الصباب الاولاني ده اهو، تمام، بالشكل ده. ببدا امسحه وبجيب الصباب الثاني، بجيب الصباب الكبير صباب البنزين، وزي ما عملت هناك هعمل هنا بالظبط، احط روديل وابدا اصنفر. انزله هنا كده، هو خلصنا الوش الاول، الوش الخشن بالشكل ده هو. هنبدأ ننظف مكان الروديه ده هو، ونغسل الصباب برضو، ونبدأ ندي الوش الناعم التاني الوش الاخير عشان خاطر تبقى القاعدة معانا ناعمة خالص والصباب يحبس معانا ما يسربش بنزين. بعد ما خلصنا الوش الخشن او وش الصنفر الخشن، هنبدأ ندي وش تاني ناعم، وده اهم مرحلة، لان طبعا انا استخدمت الصنفرة الخشنة ظبطت مكان القاعدة اولا، ولكن القاعدة معايا والصباب نفسه خشن مش ناعم عشان يحبس معايا الضغط خالص وما يسربش معايا بنزين ولا هواء، فلابد ان انا ادي وش ناعم تاني عشان خاطر انعم الصباب وانعم القاعدة خالص بحيث ان هم يحبسوا الضغط خالص ما يبقاش فيه اي تسريب. هبدأ ادي وش ناعم تاني، هجيب الصنفرة الناعمة او الرودين ناعم
وهبدأ أحط على الصباب وأدي وش تنعيم أخير للخزنة، وبعد كده أبدأ أقفل الصبابات. ولازم أخد بالي إن أنا مركبش جلد الصباب غير لما أخلص روديه، لأن أنا لو ركبت جلد الصباب وأنا بعمل الروديه جلد الصباب هيتاكل معايا ويبوظ. بعد ما حطيت صنفرة الروديه الناعمة كده على الصباب هبدأ أنزل بالصباب وبالشنيور ونبدأ ننعم مكان الصباب بالصنفرة الناعمة. وبجيب الصباب الثاني، صباب الحريق او صباب العادم، بنفس القصة برضو بديله وش صنفرة ناعمة. غسلنا ونضفنا الروديه، واهم حاجه تنضف الروديه كويس وما تسيبش اي بواقي عشان خاطر ما يسربش معاك، وتنضف الصبابات برضو. هنبدا نقفل الصبابات مع بعض. هنجيب طبعا طاجم جلود صباب جداد، تمام؟ طبعا دول بيجوا غالبا ورا طاجم الصباب بالتيل، برضو بيجوا جداد معانا. وهنبدا نقفل، بنبدا نركب صباب البنزين في مكانه بالشكل ده، وصباب العادم او صباب الحريق في مكانه برضو بالشكل ده. هو بنجيب معانا الجلدة بنحطها تحت الصباب كده بالشكل ده هو، عشان خاطر الصباب يحمل عليها وما يسقطش واحنا بنركبه. وبعد كده بنجيب جلد الصبابات بنغرقهم زيت بالشكل ده، وبنحط عليهم زيت بحيث ان هم يركبوا ما يتقطعوش منك، او الأرسين نفسه ما يتجرحش بالشكل ده هو. سنة زيت على الأرسين من الداخل، وببدأ اركبه مكانه هنا، تمام. وهنا ناخد بالنا من حاجه واحنا بنقفل، في وردتين بيكونوا تحت الصبابات زي كده، بيكونوا تحت السوسه الكبيره بتاعه الصبابات هنا في المكان ده بالظبط، لازم اخد بالي منهم. دي واحده منهم اهي، الورد دي لازم تكون موجوده، تمام، عشان خاطر ما تاكلش السوسته معايا في الالومنيا نفسها في جسم وش السلندر. بعد كده ببدا اركب السوسته الصغيره، تمام، وبعد كده بركب السوسته الكبيره. وهنا اخد بالي بخلي السوسته الناحيه المقفوله فيها دي كده على بعض بخليها لتحت، واخلي الناحيه المفتوحه لفوق بالشكل ده هو. وبعد كده بركب طبق، وبركب الطبق الثاني، وانزل معايا بالتيل بتوع الصبابات بالشكل ده هو اهو. وببدا اريح الصباب من تحت، بحط الجلد تحتيه كويس بحيث ان انا اول ما اضغط على التيل بالزرجينه والصباب ما ينزلش معايا لتحت. الجلدة دي ممكن تستخدم مكانها بلية او اي قطعة قماش بتحطها تحت الصباب عشان خاطر تقفله. وبعد كده بتبدأ بالزرجينة، بتمسكها كده بالشكل ده، الزرجينة اللي بتكون بالشكل ده هو في زرجينات الصباب، وبتبدأ تركب الصباب. اهو بالشكل ده كده ركبت معايا التيلة. ببدأ اركب التيلة التانية او التلتين التانيين بتوع الصباب التاني بالشكل ده هو. اهو بالشكل ده كده ركبنا التيلة التانية. بجيب الشاكوش بدي حطة بس بأكد ان التيلة ماسكة عشان ما تفلتش كده. جاء بعد ما قفلناهم خالص بنبدأ نختبرهم بالبنزين. بنجيب شوية بنزين وببدأ أكب من فوق من فتحة الكربراتير بالشكل ده هو، وبشوف في بنزين نازل معاه من الصباب ولا لأ. أهو زي ما احنا شايفين الصباب حابس خالص ما منزلش أي بنزين. ببدأ أختبر الصباب التاني بنفس الطريقة، بكب بنزين هنا من ناحية فتحة الشكمان بالشكل ده هو،
ويبقى بص على الصباب من تحت تشوفه مسرب معايا بنزين ولا لا. اهو وادي الصباب كده ما مسربش معانا بنزين، كده الصبابات معانا مظبوطه ومفيش فيهم اي كده. بعد ما اختبرنا الصبابات معانا تمام، مفيش فيهم اي تسريب، نازلين تمام ومحكومين، ما مسربينش بنزين معانا ولا حاجه. كده نكون خلصنا وش السلندر وضبنا الصبابات وعملنا روديه بطريقه سهله وبسيطه. طبعا لو في اي تسريب بنزين بتبدا تعمل روديه تاني لحد ما الصباب يحبس معاك الضغط وما يسربش معاك اي بنزين. بكده اكون وصلت معاك لنهاية الفيديو، اتمنى اكون قدمت لك المعلومة بشكل صحيح وقدرت افيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.